رسميا حزب الله يعلن مسؤوليته الكاملة عن قصف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية شمالة لأبيب. فما هي تفاصيل هذا الهجوم الذي أثار تساؤلات حول كفاءة أنظمة الدفاع الإسرائيلية؟ بحسب ما أفادت قناة 13 الإسرائيلية، حزب الله أطلق 3 مسيرات نحو منزل نتنياهو، نجحت إحداها في إصابة نافذة غرفة نوم نتنياهو بشكل دقيق، لكنها لم تتمكن من اختراق المبنى بسبب التحصينات، تاركة وراءها أضراراً خارجية فقط. كما أوضحت القناة العبرية أن الاتصال انقطع بالمسيرة الثالثة بعد محاولة 3 مروحيات عسكرية اعتراضها، إذ اختفت من الرادار قبل أن تصيب المبنى. تحليلات الصور المنشورة للمنزل كشفت أيضاً أن المسيرة التي ضربت قيسارية من طراز زياد 107، وهي تشبه تلك التي استهدفت معسكر لواء جولاني الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين. الهجوم أثار تساؤلات عن كفاءة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، خصوصاً عندما تطلق عدة مسيرات متفجرة في الوقت نفسه. لكن يبقى السؤال، هل المسيرة المتفجرة كانت رسالة تهديدية أمنية حقيقية لاغتيال نتنياهو بشكل مباشر؟